عسلم بنوتات، اليوم حبيت نوريكم وصفة سهلة برشا موجودة في أي دار. الكلكم سألتوني برشا مرات علاش سمارة وجد فيه لمعة، فيه لمعة يعني فيه كل تحسوا كيما البشرة، فيه زيت معناتها، فيه زيت مزيان معناتها استيتيكمون مزيان، وهذاك يعطي إشارة للبشرة الصحية اللي نحن نعملوا الهايلايت ساعات في المكياج في الأماكن هذه وهذه وهذه، باش تظهر لمعة في بشرتنا، تظهر بشرتنا صحية. سامحوني على المقدمة اللي باش نعملها يمكن نطول عليكم، لكن صدقوني لمنفعتكم لذلك اسمعوها للآخر. المكونات هما ثلاثة مكونات مع بعضهم موجودين في كل دار، من أنا نعملها بزوز باثنين من المكونات، وساعات نضيف لها الفيتامين او وساعات ما نضيف لهاش الفيتامين او، لكن مجملا ثم حاجتين لازم يكونوا موجودين في الوصفة هذه، عادة ان هي مركبة اليوم من اربع حاجات اللي هو سامحوني هذه انا قارورة متاع فارغة حطيت فيها المكونات متاعي اللي هما البنات، المكون الاساسي فيهم الخل. نحب ديما نقولكم اي وصفه تشوفوها على الانترنت ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في تويتر ولا في سناب شات، ماذا بيكم ديما تتكونوا تتاكدوا من المكونات نتاعها، تنجم تسبب لكم حساسيه او تنجم تكون عكسيه تماما على بشرتكم. اولا ديما نقول يلزمكم تعرفوا نوع بشرتكم، ثانيا تتعبوا رواحكم شويه مثالش وتدخلوا على جوجل تقراوا المكونات تناسب بشرتكم والا ما تناسبش بشرتكم. الخل البنات باهي برشا، اي نعم يحارب التجاعيد، يكبس الجلدة معناتها يشد البشرة، ينقص من التصبغات، يحمي البشرة من الميكروبات، وباهي برشا وجدا جدا للبشرة الدهنية اللي تعاني من الدهون او افرازات الدهون في البشرة نتاعها، يصير بشرتها فيها زيت. اذا هي تعمل تونيك كما انا ديما نقول خل تفاح بركة تمسح به وجهها بعد ما تغسله، والا كاني بشرة حساسة تخفف الخل بالماء وتمسح وجهها، يصدقني ياسر يعاونها في الشعر او في الوجه باش تتحكم في افراز نسبه الزيوت. اليوم تبعوا معايا الباقي واسمعوا الكلام اللي باش نقوله في وسط الفيديو، نحبكم من قلبي من الداخل. ما تنساوش البنات باش تعملوا اشتراك وكنا قوس هذاك الجرس الصغير تنزلوا عليه باش كل ما نهبط حاجه جديده توصلكم من فوق، واي تساؤلات نجموا تكتبوا لي في الكومنت اللوطة، واذا عجبكم الفيديو بارتاجي انتر فو معناها باش الناس الكل تستفاد منها، خاطر وصفه بسيطه وتحدث فرق لكن بالمواظبه عليها. تابعوني للاخر. ليه عنا خل التفاح ومنافعه، خليت لكم وصفه عليها تحت الفيديو في الاخير. لهنا عنا العسل، واللي عنده حساسيه من العسل ينحي العسل. لهنا الفيتامين او تستعملوه تحبوا ما تستعملوهوش مش ضروري، لكن لتحسين الوصفه لا غير. فيتامين او معروف. لهنا عنا زيت البرتقال، زيدوا منه بضع قطرات اذا ما عندكمش حساسيه منه، واذا موجود عندكم، اذا مش موجود فهو لا يحدث فرق كبير لكنه يساعد على التبييض والتخلص من المناطق الداكنه في البشره. زيت البرتقال ياسر به للمناطق الداكنه. شوفوا عندكم اي بخاخ فارغ وحطوا فيه ملعقه صغيره من العسل وكما تشوفوا الخل والفيتامين او. لهنا البنات حبيت نوريكم هو انا نستعمل في الخلطه على وجهي يوميا، نستعملها لازم على الاقل ساعه نخليها على فمي زاده، خاطر تساعد على تفتيح الفم والرقبه زاده. ما تنساوش باش نعاود نذكركم البنات، ما تنساوش اللي خل التفاح مكون ياسر باهي ويعاون جدا على تحسن نوعيه البشره ولمعانها وصحتها وشبابها، لكن زاده راهو فما ناس اصحاب البشره الحساسه يتحسسوا من الخل، فلذلك يجربوا يخففوه بالماء ويحطوا في الشيره هذه من اليد او في الشيره هذه من الرقبه، ويحاولوا يخليوه شويه يشوف اذا عمل لهم تهيج واحمرار ما يعملوش الوصفه هذه. اتو مع الايام نلقى لكم وصفه اخرى تعطي لمعان وصحه للبشره وما تكونش قويه على اصحاب البشره الحساسه، لكن في الوقت الحالي هذه الوصفه ياسر جيده لاصحاب البشره الجافه خاطرها تنعم، واصحاب البشره الدهنيه خاطرها تشرب الزيوت، معناتها وصفه ياسر 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 باهيه لصحة بشرتكم. وكل يوم تنجموا تحطوها، انا نحطها ونرقد بها في الليل ساعات، او نحطها لمدة نهار كامل كي نبدا قاعدة في النهار، حطوها قد ما تقدروا على الوجه البنات. انا يوميا نستعمل فيها، عندي 5 سنين وش نقعد طول عمري نستعمل فيها، وانتوما استعملوها كيما تحبوا البنات. ما تنساوش البنات كيما قلت لكم باش تشتركوا في قناتي، واي تعليق عندكم انا نجاوب عليكم في التعليق اللوطة. بسلامة البنات ونحبكم من قلبي من الداخل.